الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، مع سيدنا يوسف عليه السلام، وقد قدمت لهذه القصة العظيمة الجليلة بمقدمة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون مفيدة، حيث تكلمت عن القصة في القرآن العظيم من حيث موضوعها وخصائصها، وتكلمت كذلك عن منهج القصة في كتاب الله عز وجل. فالقصة لا تبتعد عن مقاصد القرآن من تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إعطاء النموذج في الاقتداء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كما بينا الغاية من القصة في القرآن العظيم. وقلت بأن منهج القصة في كتاب الله عز وجل منهج فريد ومنهج علمي وتربوي لا بد أن نقف عنده. وقد لخص ذلك أو لخص علماؤنا جزاهم الله خيرا، لخصوا ذلك في مظاهر. أولا، المظهر الأول التكرار، وهذا سبق بيانه. القرآن العظيم أحيانا يفصل وأحيانا يختصر، وهذا مبني على حكم وعلى غايات وعلى مقاصد لا بد أن نتأملها. وهذا التكرار لا يمل الإنسان منه، وهذه خاصية من خصائص القرآن. ثانيا، من هذه المظاهر التي سبق بيانها وذكرها أن القرآن العظيم يذكر الأهم والغاية من القصة. ووقفنا عند المظهر الثالث، والقصة التي يذكرها القرآن العظيم تبين لنا كذلك أن الأنبياء جميعا والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعقيدة واحدة من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي، ومثلت له بقول الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يبترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. المظهر الثالث من مناهج القصة في القرآن العظيم إقحام المواعظ والعبر والعظات في ثناء القصة. فالقرآن العظيم لا يسرد القصة سردا، لا يذكرك بأحداثها ووقائعها دون أن يرشدك إلى الغاية التي من أجلها ذكرت هذه القصة. فالقرآن العظيم
لا نجد فيه مثلا فصولا في العقيدة، فصولا في الفقه، فصولا في العبادات، فصولا في المعاملات، فصولا في الجنة، فصولا في النار وما يتعلق بهما، لا نجد ذلك في القرآن العظيم. ويعتقد بعض منتقدي الكتاب أنها ثلمة شقة ونافذة يمكن أن يدخل من خلالها كي يطعن في القرآن العظيم في مصدره وفي ربانيته وفي التشكيك فيه، مع أنه لون عظيم ممن فرد به كتاب الله عز وجل. فإذا المباحث التي يتكلم عنها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم وقد قسمت من أجل التعليم ومن أجل البيان والتسهيل من عبادات وتشريع ومعاملات وكذلك يعني معاملات يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ومن اعتقادات، القرآن العظيم يجعلها في قالب يذكرك بحقيقتك وهي أنك عبد لله عز وجل. فإذا لما تكلم مثلا في سورة النساء، لما تكلم البيان الإلهي عن أنصبة المواريث يختمها بقوله تلك حدود الله، بمعنى لا بد من سياج يحفظ الشريعة فيحرك فيك باعث الإيمان وباعث التقوى وباعث المراقبة وباعث الخشية التي ينبغي أن تستحضرها وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا القصة إنما ترشدك إلى أمر عظيم، وهي أننا عباد لله عز وجل بالفكرة والاختيار، كما خلقنا الله سبحانه وتعالى عبيدا له بالجبر والاضطرار. ثم يرشدنا كذلك إلى حياة أخرى، إلى الآخرة، إلى حياة هي أفضل من هذه الحياة التي نعيشها، وللآخرة خير وأبقى. نعم، هذه هي مقاصد ومنهج القصة في القرآن العظيم. ومن ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون اللعين، الله تبارك وتعالى أبرز لنا هذه الحقائق التي نذنن حولها. قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يتساءل يسأل سيدنا موسى. إذن القرآن العظيم يحكي لنا قصة عظيمة في قالب حوار. قال ربنا الذي خلق، قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد بينا في الدروس المسائية في تفسيرنا لقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، بينا النقطة في هذه القضية، في قضية التقدير وفي قضية الهداية. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لاحظوا كيف سيتحول البيان الإلهي إلى خطاب آخر، حيث يبين الله عز وجل فضله وإنعامه الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل لكم من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لاحظوا كيف تحول البيان الإلهي من الخطاب من سيدنا موسى إلى فرعون إلى خطاب الله عز وجل إلى الناس جميعا، حيث ذكرهم بهذه النعم بأن جعل لهم الأرض مهادا وأنزل لهم من السماء وفعل وفعل سبحانه وتعالى. ثم تحولت الآية من سرد القصة إلى إبراز ألوهية الله عز وجل، ومن سرد القصة كذلك إلى إبراز عظمته وكبريائه وجبروته وسطوته سبحانه وتعالى، وإلى بيان قدرته وعلمه وحكمته. إذن هذا أمر مهم ينبغي أن نستحضره ونحن نقرأ القصة في القرآن العظيم. المظهر الثالث من منهج القصة
في كتاب الله عز وجل العرض التصويري، وما يسمى عند المعاصرين بالتصوير الفني. نعم، البعض له يعني تحفظ في هذا المصطلح لا يضر، الذي يهمنا هو المعنى، بمعنى أن القرآن العظيم عندما يذكر لك قصة من هذه القصص، عندما يذكر لك قصة الأنبياء أو قصة أمة من الأمم الغابرة الماضية، فإنه لا يخبرك بها إخبارا، وإنما يمرها إليك بحركة حية مجسمة، فيحول اللفظ من مدلوله من مجرد اللفظ أو من مجرد المعنى المجرد إلى من دائرة اللفظ المجرد إلى دائرة الصورة الحية المتحركة، ومن الصورة الصامتة الهادئة إلى الصورة الحية المتحركة. بالنسبة للإخوة، هناك قاعة تنتظركم، هناك القاعة في يعني خارج المسجد، يعني مفتوحة، هي مفتوحة ولله الحمد، المسجد مملوء، عليكم إن شاء الله أن تتحولوا إلى القاعة، تقبل الله منا جميعا. إذن يحولك القرآن هذا التحويل العظيم مستخدما في ذلك أنواعا من الفصاحة ومن البيان، كالمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه بأنواعه. والتصوير الفني هذا موضوع طويل الديون، نحتاج إلى أن نقف عنده مع الأسلوب القرآني بإذن الله تبارك وتعالى. المظهر الخامس وهو التنوع في الاستهلال، التنوع في بداية القصة. القرآن العظيم عندما يبدأ القصة يبدأها بشيء عظيم وجليل ومثير، يبدأها بشيء يأخذ الألباب، يأسر القلوب، فيجعلك تنتبه ويجعلك تتبع القصة وتبحث عن حوادثها وعن أحداثها وعن ملاحقاتها، وهذا ما يفعله القرآن، حتى إذا أثار وأثار السامع بعد ذلك يذكر توابعها ويذكر أحداثها. مثلا في القصة نفسها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى مع فرعون في سورة طه، سيتكلم عن هذه القصة، سيفصل فيها بأي شيء بدأ القرآن، بشيء مثير. وهل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى، بمعنى أنك تسترعي وتلقي السمع ماذا وقع لسيدنا موسى إذ رأى، بتلقيق الراء كما في ورش إمالة هنا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. إذن هكذا يبدأ بشيء غريب يجعلك تتشوق إلى متابعتها وملاحقتها ومعرفة نتائجها. عباد الله، لو أردنا أن نذكر مناهج ومظاهر القصة في القرآن لأطال أو لأطلنا في هذا فحسب ما ذكرت من هذه الإشارات ومن هذه المظاهر. فأقول ونرجع إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هذه القصة العظيمة الجليلة التي ذكرت لنا أنواعا من الخصائص البشرية والإنسانية ومن العواطف المختلفة، من أحلام الشباب ومن نظام الأسرة ومن علاقة الأخ بإخوانه ومن طبيعة النساء ومن مكر النساء ومن طبيعة الملوك والأمراء داخل قصورهم وداخل حياتهم وكيف يتعاملون. وكذلك ذكرت لنا أنواعا من الأمور التي نجد فيها المواعظ والفوائد ونجد فيها الحل لكثير من مشاكلنا في علاقتنا مع ربنا وفي سلوكنا وفي حياتنا في أي مجتمع من المجتمعات. فلهذا القصة نقف عند الغاية منها، عند مقاصدها وأهدافها وفوائدها وعظاتها وعبرها، وهذا نجده في قصة سيدنا يوسف، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم هذه القصة إحكاما فذكرها في هذه السورة التي سميت بسورة يوسف عليه السلام.
فإذا القصة ترجع إلى شخصيتين، وفي الأخير ترجع إلى شخص واحد، إلى سيدنا يوسف، ترجع إلى شخص الملك وإلى شخص نبي عليه السلام، إلى سيدنا يوسف عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا القصة تذكر لنا نوعين من الحضارتين، من الحضارة الفرعونية ومن الحضارة العبرية. قصة يوسف تجمع لنا ما بين المبكى والمنكى، تجمع لنا بين المبشرات والمنغصات والمدهشات، تجمع لنا بين الحب وبين العفة، بين العشق وبين العفة والإيمان، بين الملك والملك والاسترقاق، بين الفراق وبين اللقاء، تجمع لنا بين الصبر وبين الفرج، تجمع لنا كذلك بين الفوائد الدينية والدنيوية، تجمع لنا بين نظم الحكم والعدل والصفح والعلم، إلى غير ذلك من الأحكام والعبر التي سنقف عندها بحول الله عز وجل. فإذا هذه الفوائد بدأها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بقوله ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والآية بدأت بالبسملة، والغاية من التذكير بالبسملة لأن البسملة هي الإذن، عندما تقول بسم الله أي بإذن من الله، تريد أن تدخل إلى المسجد فتقول بسم الله أي بإذن من الله أدخل، تريد أن تخرج من بيتك تقول بسم الله أي بإذن من الله، تطلب الإذن من خالقك لتخرج فتقول بسم الله، عندما تريد أن تنام باسمك الله ووضعت جنبي. إذن بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف متأخر مناسب للمقام، تطلب الإذن. فإذا المعنى الذي نأخذه من البسملة في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء أي بإذن أذكر هذه القصة. فالله تعالى يتكلم مع نبيه، يتكلم مع من؟ مع حبيبه صلى الله عليه وسلم، بإذني أذكر لهم هذه القصة، فهي مني وليست منك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فإذا هي وحي من الله ولم تكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه تأكيد للمعنى الذي ذكرنا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فبرحمتي بهم أنزل عليهم هذه السورة حتى يعلموا ما فيها، وهذا نأخذه من الرحمن الرحيم، حتى يعلموا ما فيها من الفوائد، وحتى تعلم وإن كنت من قبل لمن الغافلين عن هذه القصة وعن تفاصيلها. فإذا سيدنا يوسف باختصار، وسنرجع إلى الأحداث واحدة واحدة، سيدنا يوسف عليه السلام يبتلى ويختبر، وأول ما وقع وأول ما ذكر القرآن أنه رأى الشمس والقمر والنجوم تسجد له، وهذه بشارة عظيمة سنرجع إليها بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك يمكر به إخوته، الحقد والحسد اشتعل في قلوبهم فأرادوا به كيدا، أرادوا هلاكه فألقوه في غيابات الجب، نعم من أجل قتله ونهايته. ثم بعد ذلك شروه السيارة، شروه بثمن بخس بدراهم معدودة، وبيع للعزيز، بيع عبدا، فهذا ابتلاء آخر للعزيز. ثم بعد ذلك تتعلق به زوجته وتراوده عن نفسه فيعتصم ويريها من الإيمان ومن التقوى ما يجعلها تقع في الذل وتقع في المهان فترميه في السجن. فيختار سيدنا يوسف عليه السلام تقوى الله سبحانه وتعالى على المعصية، ويريها من العصمة ومن الإيمان ومن التقوى، يعطيها درسا عظيما. ثم بعد ذلك يمكن الله عز وجل له في الأرض، فهذا ما حكاه القرآن
باختصار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرشدنا إلى الصواب، والله يقول الحق وإلى السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وبمستقر رحمته وتوعد العصاة بنقمته وزوال نعمته، واشهد ان لا اله الا الله سيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كما قلت لكم سيدنا يوسف هذا النبي العظيم الذي كان من أجمل الناس صورة ومن أكملهم بنية، أعطاه الله تعالى نصف الحسن كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يتعرض لامتحان عظيم تراوده امرأة العزيز عن نفسه، وقد امتلأ قلبها بالعشق وبالاتجاه نحوه، لكنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى، ابتلي كذلك بكيد النساء، وهذا عجيب وغريب، لكن النفس البشرية توصل الإنسان إلى المهالك وتسيطر عليه إذا غابت التقوى وغابت مراقبة الله سبحانه وتعالى. النساء من أمثالها وفي مجتمعها وفي القصر الذي تعيشه هن المطلوبات للطالبات، فإذا تطلب سيدنا يوسف أن يباشرها وأن يجامعها حتى تشفي من غليلها، لكنه يعتصم بالله عز وجل وينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة ويثير السجن كما قلنا، على أن يعيش ذليلا مهينا، نعم خائنا لسيده. أنتم تعلمون أنه بيع كما سيأتي بإذن الله تعالى للعزيز، فإذا هي سيدته وهو عبدها قبل أن يحرره الله سبحانه وتعالى وأن يشرفه بأن مكن له في الأرض وأن يجعله ملكا على مصر وأن ينجي مصر من الهلاك الذي كان سيحيط به، كل ذلك بسبب تقواه وبسبب اعتصامه بالله سبحانه وتعالى. فبعد أن آثر الآخرة على الدنيا مكنه الله عز وجل في الأرض، والعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. هذه التفاصيل وهذه الوقائع سنقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى، إن بارك الله عز وجل في العمر، واحدة واحدة، وسنذكر ما فتح الله عز وجل به من الفوائد ومن العظات التي يمكن أن نستخلصها من هذه الوقائع في حياتنا وفي واقعنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات وأن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا اليقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، يا أهل التقوى وأهل المغفرة يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمورنا واقضي حوائجنا، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن تدبير، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، ولوالدينا ولمن له الحق علينا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.